منتخبنا الوطني للشباب لكاس العالم تقريبا. كاس العالم. كاس العالم، وفجاه رفضت ان انت تكمل عشان الاعلام. حد يعمل كده؟ لا، مش عشان الاعلام، عشان قلت لك انا مخي جزمه قديمه من اول يوم، اول ما قالوا قبل ما اعمل الفرقه وقبل ما اخش في المعمعه بتاعه الكوره، قالوا ان مش هنشتغل شغلتين، يا اعلام يا كوره. من اول يوم انا قلت انا هختار الاعلام، فما ينفعش ارجع في كلامي. انت كنت ناجح يا كابتن. ما انا بقول لك فني ناجح يعني. انا الحمد لله يعني. بص انا في حوالي 20 25 لعيب في الدوري ده من ولادي. البهواتي بيقول لك ان اللعيبه ما بتحبش مصطفى يونس. ها، انا اوريك الرسائل اللي عندي اللي جايه لي من اللعيبه من جوه، بيهنوني ان انا عضو مجزره النادي الاهلي. بس الاسماء ما يعني ما تقولش لمين يعني. موضوع عضو مجلس الاداره ده، الموضوع ده طبعا.